موضوعنا الثاني اليوم، تونس متهمه والله انت قلتها قبيله، متهمه من اولادها، منها فينا تعبيد. نسمع في مداخلات، شوفي بعض القنوات كان نحطوها من المداخلات، ما نحبش نعديهم لاني ما نتبناهمش الكلام هذاك، وحتى اللي ما سمعش بيهم هاو نفسروا له من غير حتى ما نسمي. برشا ناس، برشا بعض الصحفيين، مدونين، ناشطين في المجتمع المدني، تونس يخرجوا يحكيوا اليوم على انه تونس والصفاقسيه، مع كامل احتراماتي اللي يسمع فينا في الصفاقسيه، يتهموا فيهم بالعنصريه، يتهموا فيهم باغتصاب الافارقه وسرقتهم. معناتها حاجات ما يتصورهاش العقل، مع انها الحكايه امنيه معناتها بامتياز. هذم ناس ما عندهم اوراق، لا تعرفهم، لا تعرف تاريخهم، ما تعرفش حتى تاريخهم شنو، لا تعرف اش كانوا يعملوا، لا تعرفهم ارهابيين بوكو حرام والا كيف مجرمين هربوا من بلدانهم، وحتى في القانون الدولي اللي قتلوه هذاك حد ما حكي عليه، ولا وحتى معناتها اللي مات اللي تقتل في تونس ما حكيوش عليه. هذيك علاش قلنا احنا هذوما ناس قاعدين يخرسوا، وهذاك علاش انا نرجع ونقول ما عادش عندنا دوله. وين الدوله التونسيه؟ انا كل مره نقولها ونعاود نقول بالحق ما عادش نحسوا بامان، على خاطر من المفروض اجهزه الدوله تتحرك في الخارجيه، في معناتها على كل المستويات. كيفاش نكملوا هكا احنا وكل مره تونس على اقل حاجه معناتها هجومات شعواء بلوبيات قويه وقويه جدا، وما نعرفوش شكون وراها، خاطر هذوما امكانيات ماديه كبيره، هذوما الناس عندهم صفحات، عندهم صحف، عندهم مراسلين. مانيش باش نعمم، ثم شكون تفرغ راهو من خدمته باش يفهم الجماعة، وثم شكون حتى في في تلفازات عربيه اللي في البلدان العربيه اللي الناس تحكي عليها وتتبجح وتحكي في قنواتها. في البلدان العربيه المهاجر يدخل البلاد الباسبور نتاعو يتفك، حياته تتفك، وما نحكيوش عاد على التجاوزات والضرب والتعذيب وكل شيء، ما نحكيوش عليهم. باش نمشيو احنا صحفيين تونسيين يمشيو غادي يدقدقوا بلادهم في تلفزه، الوين ماشيين معناتها هذا هو معناتها واحد يولي مقهور، معناتها يولي يقول احنا في دوله ولا في غير دوله. وزاده وقتاش هالدوله هذه باش تفيق على روحها؟ وقتاش باش نوليو نشوفوا في المال المشبوه في لي زو ان جي؟ وقتاش باش نعملوا وكاله اتصال خارجي هي اللي تقوم بالاعلام؟ هي على الاقل معناتها نفهم مش قاعد صاير في بلادنا، راهو في بلدان العالم الكل هذا اللي صاير. علاش احنا في تونس معناتها ولينا تونس هي يا سيد الرئيس، راهي تونس ولات ارض مستباحه على كل المستويات، في ارضها، في ترابها، خاطر راهو تعرف في القانون الدولي ستنكت ايناميكال، صحيح انك تسيب معناتها جزء من معناتها البوبولاسيون تاعك، انك تسيبها تتجاوز الحدود وتمشي لبلدان اخرى، سيت ان اكت ايناميكال. معناتها هذا فين ماشيين؟ مانيش عارفه، ما نعرفش وقتاش السيد الرئيس يعمل قاعده مع مجلس الامن القومي ناخذوا قرارات مدروسه، وما نقعدوش نبرروا للعباد ليه احنا مانيش عنصريين، احنا ما طالبيناش بالعنصريه. وهذا توا في البلاتوات، في المصادر، سامحني، الناس الكل حتى الامنيين وقت اللي يشوفوا فعلا وصارت روح حاجات لا عنصريه من اشياء ذو يحفظوا لي ويقاسوا عليهم، لا من عينه من الناس يتصدوا لهم يا زينه، مواطنين اخرين ما شافوهمش، المواطنين اللي عاونوا يا زينه. في الثقافه العربيه الاسلاميه تعرف اكسبين بالالقاب معروفه، ولا تنبز، هذه هي الثقافه العربيه الاسلاميه. اما انا كبرت في تونس، سامحني، لنهار جينا في المكتبه الابتدائيه ولا في السكوندير وعملوا فرق ما بين تونسي بشرته سمراء ولا سوداء ولا ابيض، تي احنا خليط، كيفاش باش نكونوا احنا عنصرين؟ احنا مانيش عنصرين، احنا شعب متعذب توا، شعب عنده ازمه اقتصاديه خانقه، بلاد ماهيش قادره باش تبي بحاجيات شعبها، قاعدين يجيوها الاف. رانا احنا لنا المانيا، لنا فرنسا، لنا اوروبا باش نجموا نستوعبوا. احنا ناس قاعده تحرق اون بلوس اون بلوس اون بلوس، مع كامل الاسف راهو انا بطبيعه مع اللي يجيو الطلبه واللي يجيو يتكونوا واللي يجيو السياح واللي يجيو في معناتها في 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 اطار قانوني وكل شيء يحميهم ويحمي البلاد، بطبيعه مرحبا بهم. لكن راهو احنا حتى على مستوى مهاره اليد العامله ماهيش يد عامله ماهره، رانا ما نعرفوش، معناتها ثم ناس تخدم في عباد يستغلوا تخدم
يستغلوا فيهم وزاد كيف كيف خاطرهم سوا ديزون ديسيبليني اما ما تعرفش شنو اصلهم. انا يا خويا يطلعوا لي عندي قداش من واحد بوكو حرام، ان سول بوكو حرام هو اختر على تونس. كيفاش ناس بلاش اوراق بلاش ما عندك ما تعرفهمش من انا بلاد وهكا ثم. وهو المؤسف انه يخرج لك انت واحد متشادي دافع على تونس، يخرج هو يقول يا عبيد ارحموا هالبلاد راهو التوانسه راهم ايسون كوريكت. وزاد والمؤسف انها بلدان فيها ممارسات عنصريه واضحه هي بيدها داخله فيها الحملات هذه الممنهجه على تونس. نحب نقول كلمه تفاعلا لا خطر حزم